أكدت الحكومة أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، موضحة أن الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر الماضية حققت أداء متوازنا. وذكرت المالية أن الموازنة العامة سجلت فائضا أوليا يقدر ب 193 مليار جنيه مقارنة ب 41.8 مليار جنيه، بنسبة نمو أكثر من 4.5 مرات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضافت الوزارة أن إجمالية قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من 13 مليار دولار، متوقعة أكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين. أشاد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتجربة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، وقال الواعر إن مصر تمتلك الخبرات والقدرات الكبيرة في قطاع الزراعة والغذاء، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة وليس في مصر فقط. أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع لتتصدر بورصات الشرق الأوسط في أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.198 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 5.17% ليغلق عند مستوى 32919 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.50% ليغلق عند مستوى 7404 نقاط. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 3.7% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة. انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023 أكثر مما كان متوقعا، ذلك مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما أكدت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش يقدر بنسبة 19.4%. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 2.0% فقط مقارنة مع 6.5% في عام 2022. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى مصطفى وإيمان. شكرا لك ميرنا.